اسمي ملاك عابد الثقفي، أنا طبيبة استشارية وعالمة أبحاث وأستاذ بروفيسور متخصصة في الجينات الجزيئية والعلوم العصبية في إحدى الجامعات الأمريكية. نصيحتي لك: لا تفقدي ثقتك في نفسك مهما حاول من حولك بأن يجعلك محبطة. استبدل الأشواك بورود ونجاحات، لأن كل خطوات الفشل ستتبعها خطوات ومئات الخطوات من النجاحات، ومهد الطريق لمن بعدك. أنت مهمة والعالم يحتاج لك.